دائما صلوا عليه وسلموا تسليما. ترى الصلاة على النبي خير. اللي عنده دين يبغى دينه يقضى، أنا أقول لك أكثر من الصلاة على رسول الله. اللي عنده هم قتله وآذاه وأتعبه أكثر من صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عنده ذنوب ويبغاها تغفر فليكثر من صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام. وش دليلي؟ جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني أدع لك من صلاتي، يعني من أذكاري، أدع لك من صلاتي ربعها، يعني وقت الذكر اللي أنا أذكر فيه وردي ربع وقتي أخليه للصلاة عليك. قال النبي: خير، ولو زدت خيرا لك. قال: أدع لك نصفها. قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: أدع لك ثلثها. قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. لين قال ثلثيها. قال: خير، فإن زدت فهو خير لك. قال: أدع لك صلاتي كلها، يعني كل ذكري صلاة عليك يا رسول الله. قال: إذن يغفر ذنبك ويقضى دينك وتكفى همك. يغفر ذنبك ويقضى دينك ويكشف عنك همك وكربك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.